بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد معتبك يلا في لسنيه يلي نبي عليه الصلاة والسلام صلاة كينا قينا يلا كارب تنكاه سرنقا مدلو الدياب وما ليالي العشر وليال عشر يلا ككييها ليالي عشر ذي الحجة إن نفسي كسين كسيسيوه من فضل الله تعالى على عباده اللي سمع نعوسها أبيه نهم مدوكي عندك أن جعل لهم مواسم للطاعات مواسم طاعة التيك الداء ودراري عبادة أن لفله تن عباده دتي للي ونهن أن الدروك لفيل اللي الدرو هي ربي سبحانه وتعالى تو دراري عبادة أبنك تككي اللي كحنا بينكي تضاعف فيها الحسنات معانينا دربتك فلتك طن لا معاني اللي قال أكفل تم فدهت الأمة المسلمين كي فيتنافسون فيها بما يقربهم إلى ربهم يلا لكن لا يسهتني ملي تتك على نها يا رب سبحانه وتعالى. ومن هذه المواسم الفاضلة طول دراري مدلك تنمي يلي سبحانه وتعالى إديها به أن عشر ذي الحجة يا قرآن الذي بتهني هي أد تنيه وذلك بما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من فضله يلي سمو الدكتات الدتية يعني من سبتها تتي دي بيته وإكرامه لعباده سي عبادها به نهم كن بها كن باي تتي تو دور تبينهن عبادتها يلا ليو ينكي تو تاما فل له كن بلي عبادها أمان مكتايسه تني تكيه. ففيها وعشر ذي الحجة هدى التنمي يوم التروية بحر هيتو هيرو ذي الحجة يوم التروية كيانا ما وايرو ديثني يوم عرف ايكادو كدا نبحتنا يرو كنو كدتني الحج الأكبر يوم العيد الأكبر كادو يوم النحر مسجد هيرو ديثني تنها فول لهتن ايرو راكيني ويفول لهتن ايرو را ديثني تنتبنا يروي. ولعظم شأنها أقسم الله سبحانه وتعالى بها بقوله والفجر وليال العشر يها وعدي اسم بهت يمكن مسبتها يلي سبحانه وتعالى اسي فدي من دي بتها ان ربي اسي فدي هني مكادو فل له تني مكي تما تبنا يربي بت ربي سبحانه وتعالى تما سورة لاي. واخبر عليه الصلاة والسلام يلي هنا بكادو ورسمي بانها افضل ايام الدنيا الدنيا لان ثانيه تنقدر لك تيسيتا تبنا يروح النبي عليه الصلاة والسلام اي فقال أفضل أيام الدنيا أيام العشر يا نبي يل عشر ذي الحجة إن كهتن الدنيا لتنهتن الدور كون بهن الدور إيه إذن يلا لله ونهن تاما فول بهتاه ومرسا تكيسي هم مريكي. يقول أبو عثمان النهدي رحمه الله كانوا أي السلف الصالح يعظمون ثلاث عشرات تبنى سيدي حتبنى أما سيدي حتبنى الدرو سلف الصالح أين بكينيني تيسيثا تامد بكينيني وهم العشر الأخيرة من رمضان رمضانك اللي حبت بناي والعشر الأول من ذي الحجة ذي الحجك عمت بناي والعشر الأول الأول من محرم محرمك أربعة لسكين كايتو على سككي أنا هنا لسكا وهو كذري نهر ستة بنا كندع الفول الوقتني إيه. فبما نستقبل هذه الايام اذن اي ما اتبنا يرو الدنيا لن تثنا يرو رفتاي سيرو يلي فرمودك كيهن هي يلا المحل ديون اي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فرمودك يمي ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام معن تامت يلا ديون كي تمتبنا يرو رفتاي سي تنتبنا تمنتبنا تيسيه أنا أيما الدرمانة أيام العشر كيسيه الدرمانة إذن ما عن تامت يلا ديون فدينتا أتبنا يرو تيسيه تنتامتا يلا تدنا نقول فدينتا يمع توبكوي. قالوا يا رسول الله يلي فرمويتوا ولا الجهاد في سبيل الله جهاده يلي سبتها كدر قدانا ما أما تبنا يرو فلتنا أما تبنا يرو تبنتم عن تامتا يسينا يلي فرمويتوا إيينه وعدي ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء حتى جهاده قدان مكا عمت ابن ايروت بنتا مفول لي إلا قراعه جهاده قده مال لك يوعيه روح لك يوعيه وهكي وهنكيه بودتوك قحسيوه يلا فنه قده ينم وكا يوعينا يلا هنقاروات مالي بيه كي روح الدي وعيه وهو الدي انكيه اكتفنيه تنمو أبيه انتا مكا يفول ملي إيانم توهو مسوطا بحتاه والنكاد فول لنتكيه.
والعمل الصالح شامل لمختلف انواع العباده. عمل صالح يا وعدي الدحل ايت عباده ما تم حسبا معني الدحل تم عابن الدحل معمار حد دحلتا ام عطا تم يلي الدمرسي اللي فرميت الدمرسي هنا هي ان كي دحلتا صومو صلاتي حجي ذكري تكبيراي تلاوة القرآن اي صدقتي حينمي انواع وجوه البر كاد ان كي دحل وغير ذلك اودي كسنن كي كسيتوين من كي دحلت معانا كي انا مكاي تما تبنا يروتو دقلي هبي فردين تامكا سوميا طبعا هاي تو هيروكك حبا هو عادي انك كلا سقال الله يروفنها سوما ننفول ليه يلي فرموتيه برهين انت قرب كميتيها انداغولو قالت انتمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فرموتي يصوم تسعة ذي الحجة تسعة ذي الحجة كا ذي الحجة كلا سقال الله سوما كيني إيانا ما تميتي خاصة يوم عرفة دفله برسلوكو عرفها يرسومانم عرفها غيرو سومانا ما كدغلتو لحج لنوه يمرين علماي برادل يني سبار جني يمري تو عرفل سنن سلطه ثنا يرو سغل الله يرو سومانا ما كد اجر له محاي نم سنه ذنب حبتي يلك اللعاغتا هي اللي النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الدائم الجنين فدينتا تكبيره الدائم الجنين فدينتا تن وتبنا يروي يلي سبحانه وتعالى قران للدي بها تبنا يروي و غاد ومتى بنا يروح هذا تبعنا فول له ذن تنتا مكا بل ركن من أركان الإسلام هتنيم حجيني وهو أفضل ما عمل في العشر أما تبعنا تعبه إنه ننتا مكين كي يسيه نباه ننتا مكا كي أنا محجي وقد قال صلى الله عليه وسلم يلي فرموت يمي الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ما هن حجي إخلاص ليه هن حجي متابعة معنا ليه هن حجي يلا اللبين إن لبينه حجي قبل جحسه لملي جنتك كهكويتك هي اللي قري لي إنك تيسمي تيسيت عمله يا مرا هي اللي راح تيجي جنة تيمي عتوب كيوي أما تبنا يروح هذا تبعنا مكا أضحية كادو وخذري هي عرف الله عيدا ماي مثلاً عرف الله عيدا نياتي النمو تو نمو دقرك زيادات تنيمي دو مكلك إن هي تما تبنا يروح هذا مكلا اللي في مكلا يدقرت مم ولاي ما ينكساي وضحية كادو عيدك وبكا كاي ما باي تون لا معن تامومي الدعي مجيني وفردين تحت انتبنا يروكيني معتوب قيوي وصيوتيني عفو بيتون دونقلوه معنك بارك الله فيكم.